خليني أحكي لكم أكثر عن جيت هاب. جيت هاب هو عبارة عن موقع إحنا بنستخدمه لرفع المشاريع زي ما حكيت لكم، بغض النظر شو كان نوعها، ويندوز أبليكيشن، ويب أبليكيشن، سي شارب، أندرويد، آي أو إس، أي نوع من أنواع المشاريع. حتى اللغات ممكن نستخدم لغات عدة زي جافا، زي البايثون، ممكن حتى نستخدم السيكوال، نحط نرفعها المشاريع على الجيت هاب. فهو زي ما التاجر بيخزن البرودكت الخاص فيه، الفيزيكال برودكت الخاص فيه في مستودعات، احنا كمان كديفلوبر وكمحللي اعمال استخدم عملونا مواقع نقدر نستخدمها كتخزين للسوفت وير برودكت. طيب اللي هو موقع جيت هاب، طبعا الدخول لجيت هاب كتير بسيط، انت بتقدر من خلال الموقع الخاص فيه انك تدخل على الجيت وتعمل حساب، والحسابات بتكون فيها حسابات فري وبفل. هذا هو موقع جيت هاب اللي بنقدر من خلاله ان نسجل حساب، وزي ما قلت لكم الحساب كتير سهل انك تتبع ستيب باي ستيب، بتقدر تنزل خطواته، يعني اكيد محللي الاعمال ما شاء الله عنكم بتعرفوا تعملوه. فهلأ شو رح نستفيد منه وكيف رح نرفع المشاريع، فهذا هو الاشي اللي انا بدي اعلمكم اياه. بعد ما نرفع نعمل الحساب على الجيت هاب ونقدر انه ندخل عليه، رح نبدأ كالتالي. اول اشي من هون بتعمل edit profile، لازم هون تبين زي كأنك third party. كيف يعني مثلا هلا انا ما بحكي انه انا ماستر اكاونتنت واشتغلت ودرست، لا، بتعرض نفسك زي كانه واحد قاعد عم بيعمل ريكومنديشن لك. فلازم هون انت تكون واحد قاعد عم بيحكي عن درجتك العلميه والاكسبيرينس، وبكون كتير ملخص هون الشغل او الفكره. اوكي، هون لازم تحكي وين بتشتغل بالضبط، موقعك ممكن انه يفيد الناس لانه في ناس بيحبوا تكون قريب من عندهم على اساس اذا في ميتينج في اشي يعني يتواصلوا معك تكون قريب. هلا اللينكدين من اهم المواقع للتوظيف، فلازم انك تحطها هون، فبدك تنتبه وانتبه انه اللينك يكون كامل. اوكي، التويتر لازم هيك يكون، ما بتقدرش تحطه الا اذا حطيت ات وبتحط من البروفايل، فهذا اشي مفيد. اوكي، هلا هون بدي احكي لكم كيف بدنا نعمل مستودع عشان نرفع على هذا المستودع السوفت وير برودكت او المشروع اللي احنا اشتغلنا ستيب باي ستيب عشان نبدا من هلا نرفع المشاريع. طبعا هاي يعني بعدين ممكن انكم تتعلموها، هلا احنا بدنا نستفيد كيف نرفع المشاريع. من هون نيو ريبوزيتوري، زي كانك بتعمل ايش مستودع جديد، داخل على مستودع جديد. هنا بدنا نبدأ نحط اسمه زي مثلا أنا practice analyst for freelancer، بدي أعملها طبعا public عشان أنا أصلا بدي أنشرها بسوق العمل. أنا بدي إذا شركة أو أي حدا أو مانجر أو حتى زميلي احتاج إنه يعرف هذا المشروع أنا أعرضه عليه من خلال لينك. وفي إشي اسمه add readme file، readme file هو بتعطي فيه ملاحظاتك او نبذه عن المشروع، وهو كتير ايجابي، يعني هو زي كانه صفحه الغلاء او المقدمه اللي بتبين للي بده يقرا المشروع شو الافكار اللي موجوده فيها. بتعمل كرييت. هلا هون انت صار عندك مستودع، المستودع هي اسمه اوكي practice business analytics for freelancer، بتسميه عادة سميه على اسم المشروع. اوكي، وهنا readme اللي هي البيانات اللي بدك تكتبها لهذا المستودع. اوكي، هلا هورجيكم انا طبعا انه بيانات كاملة وافكار كاملة، بس انا بدي اياك تتعلم الطريقة كيف ترفع مشروعك. ها طبعا جيت هاب افكاره كتيرة، ممكن انك تشتغل مشروع ترفع مشروع، ممكن انك تشتغل مشروع مع مانجر ريموتلي من بعيد لبعيد، مع جروب، ممكن اكتر من جروب، اكتر من شخص بجروب كتير كبير يكونوا كلياتهم موجودين في نفس الوقت، فهي منصة استخداماتها عديدة.
بس انا حاليا بديش اضيع الموجودين معي، فبدي بس انه احدد الفكره او الهدف ان نرفع مشاريعنا عشان نبدا نسوق لبعض في سوق العمل. اوكي، فهلا انا بدي اعمل ابلود لفايل. طيب هلا خليني مثلا بدي اعمل الفايل الخاص بالاكسل اللي اشتغلنا عليه مع بعض. اوكي، هاي ملفات الاكسل، خلينا نحكي هاي الملفات. اوكي، لاحظوا الخطوات جدا بسيطه. هون خلينا اكتب project 2، هون كمان طبعا هاي فكره بسيطه سهله عشان انت تقدر ترفع المشاريع. زي ما بحكي لكم جيت هاب افكاره كثيره كبيره، ممكن نعمل كورس كامل لجيت هاب، بس انا حاليا بهمني انه انت ترفع المشاريع تدخل سوق العمل. ادخله بالخطوه الاولى بعدين بعلمك اللي بعدها. طيب هلا هيك احنا دخلنا وعملنا ريبوزيتوري مستودع، حطينا فيه المشروع الثاني، وهون بنكتب الديتيلز. طب خليني اعطيكم افكار مثلا، او يعني ان شاء الله بكره ادفانس بتكونوا احسن من هيك وبتقدروا انكم انتوا تعملوا الافكار هاي. زي هون انا اخذت نانو ديجري تبع الكمبيوتر فيجن. اوكي، هون انا اخذته حطيت بروجكت 1 بروجكت 2 بروجكت 3. اوكي، هون بحط اسم النانو ديجري، الاوتلاين الخاصه فيه، شهادتي. اوكي، مثلا بروجكت 1 انا زميلي طلب مني اني اساعده بالبروجكت 1. اوكي، بوديه له التمبلت او بوديه له مشروعي، بقول له كيف اشتغلته، بقول له البروجكت اوفر فيو. اوكي، لاحظوا هون انا بقدر ارفع ايمج، بقدر ارفع HTML فايل، بايثون، جوبيتر نوت بوك، بايثون. اوكي، والريد مي دائما زي ما بقول لكم هي اهم شيء، اللي هي بتعطي اوفر فيو للبروجكت. فهاي فكرة عن البروجكت. هاي مثلا انا عملت ريبوزيتوري مستودع للكمبيوتر فيجن، في ريبوزيتوري تانية اللي هي ديب ليرنينج نانو ديجري. اوكي، هون حطيت الشهادة، حطيت البروجكت الخاصة فيه، كل بروجكت افكار. اوكي، فهاي بتفيدك. هلا لما يجي مثلا شركه بدها تسال شو شهاداتك، شو المشاريع اللي عملتيهم، مش دائما بقدر اودي ملفات مضغوطه. انا خلص هنا كل بساطه بعمل هذا اللينك، باخده بودي لاي حدا وهذا شير له. هلا عشان الجيت هاب يكون فيه فولورز، اوكي، لازم تنشره بين زملائك، فانت بتعملي لهم فولو وهم بيعملوا لك فولو. اوكي، طبعا الفولو بسيط جدا، من هون بتدخل على اي يوزر وبتعمل له فولو. اوكي، زي هاي الصبية الجديدة. طبعا فكرة تانية، اللهم صل على سيدنا محمد، احنا هون في يوديسيتي في سلاك مثلا، هون ممكن تيجي بدل ما تحط الفون نمبر تقدر بكل بساطة تحط لينك الجيت هاب على اساس اذا حدا بده يتواصل معك وتعملي لها سيف. هاي هون بكل بساطة بيقدر يدخل بيعمل لك فولو. سوري، عملها على الشاشة التالية. anyway، هلا الفكرة كمان اللي بدي احكي لك، عشان تكون او يكون عندك فولوورز لازم يكون الجيت الهاب البروفايل اللي عندك الاشياء اللي فيه مفيدة، يعني مش دائما انت بتعرضه للشركات، ممكن تعرضه لزملائك عشان تستخدمه الكل يستفيد. مثلا هلا هون انا شو بعمل مثلا، اونلاين ايديوكيشن، بحط الايديوكيشن اللي موجود بالبزنس سكولز. لاحظوا هون، هاي هون كورسات مثلا عندك اللينكد ان فيها عامل كورسات مجانيه، فبقدر ادخله بقدر اسجل فيه. هلا اللي بيشتغل معي او اللي ما عنده فولوينج للجيت هاب اللي الي بيستفيد انه بيقدر ياخذ نفس الكورس المجاني عن طريق انه ايش، عمل سيرش في الجيت هاب الخاص فيه. اوكي، فبتعلم بيستفيد. اوكي، هون ممكن اذا حدا بتواصل، هاي شغلات جماليه انت وشخصيتك شو بتحب تحط بالجيت هاب لك.
هلا مثلا عندك هون لينكد ان برضه بتقدر انك ايش تكتب شو انت اخر كورسات قاعد عم تاخدها، عم بتحدث حالك. فهاي الشغلات اللي جدا بتفيد، يعني انا بستفيد من زملائي وهم بيستفيدوا مني ان نعمل فولوينج وان نشتغل بهاي الجزئيات. فالجيت هاب فائده كثيره واموره واسعه جدا. اهم شيء انك تعمل ريبوزيتوري، تقدر مثلا هاي هون نرجع مره ثانيه نقدر ندخل على المشاريع، تقدر تعمل لينكات، تقدر تفيد زملائك، وبنفس الوقت انت تحفظ شغلك وبكل بساطه تقدر تعرض شغلك للجميع. وان شاء الله انكم تستفيدوا من هذا الفيديو.